بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أمر بالاجتماع والائتلاف ونهى عن التفرق والاختلاف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي العدل والإنصاف، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن الله سبحانه أمرنا بالاجتماع والائتلاف، فقال سبحانه وتعالى: أمرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبين سبحانه أن الاجتماع رحمة وأن الفرقة هلاك وعذاب، فقال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لا يزال الخلق مختلفين إلا من رحم الله فإنهم لم يختلفوا، فدل على أن الاجتماع رحمة. إلا من رحم ربك دل على أن الاجتماع رحمة وأن الفرقة عذاب وشقاء وتناحر وتخاصم وتقاتل وعداوات وثارات. أما الاجتماع فإنه رحمة، رحمة من الله يتراحم بها المؤمنون ويجتمعون على طاعة الله. وأما الكفار والمنافقون فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالاجتماع ليس بالأبدان فقط، وإنما الاجتماع بالقلوب، هو اجتماع القلوب ولو تفرقت الأبدان. وأما إذا اجتمعت الأبدان والقلوب متفرقة فإن هؤلاء لا يعقلون ولا ينفعهم اجتماعهم، كما لم ينفع الكفار والمنافقين من قبل. ولذلك مما يدل على فائدة الاجتماع بين المسلمين أن الله أمرهم أن يجتمعوا يومياً للصلوات الخمس في المساجد، اجتماع يومي خمس مرات لأهل الحارات، كل حارة تجتمع في مسجدها خمس مرات، يرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويتعارفون ويتآلفون ويتفقدون لمن تخلف ويسألون عنه. وكذلك شرع الله الاجتماع أسبوعيا لأهل البلد، شرع الله اجتماعا أسبوعيا لأهل البلد، وذلك في يوم الجمعة يجتمعون ويستمعون الخطبة ويستمعون إلى ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك شرع لنا اجتماعا سنويا في صلاة العيدين، شرع لنا اجتماعا سنويا في صلاة العيدين، واجتماعا سنويا لأهل الأرض كلهم من المسلمين، وذلك في الحج، اجتماع سنوي لأهل الأرض من المسلمين يجتمعون في الحج ويلتقي بعضهم ببعض ويتعارفون ويستفيد بعضهم من بعض. هذا يدل على أن الإسلام يحرص على اجتماعنا بقلوبنا لا بأبداننا، اجتماعنا كل سنة كل أسبوع كل يوم على عبادة الله وعلى ذكر الله، هذا مما يربينا على الخير ومما يؤلف بين قلوبنا ومما يزيل الإحن والأحقاد فيما بيننا. هكذا الإسلام جاء بالاجتماع، بالأمر بالاجتماع للمسلمين في كل يوم، الاجتماع على عبادة الله، وأنا ربكم فاعبدون، الاجتماع على القيادة، القيادة الواحدة ووحدة الكلمة بين الأمة والرعية، الاجتماع على الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله، اعتصموا بحبل الله الذي هو الكتاب والسنة، هو حبل الله المتين، فاعتصموا به ولا تحيدوا عنه، اعتصموا بحبل الله جميعا. ثم قال ولا تفرقوا، لما أمر بالاجتماع، هل نجتمع على أطماع الدنيا؟ لا، نجتمع على الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. نهى عن التفرق، قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لأنهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ووصفهم بأنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا المسلمون. وإذا حصل اختلاف في الرأي، إذا حصل اختلاف في الرأي أو خصومة في مال أو غير ذلك، فإننا نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا علاج النزاع والخصام فيما بيننا، لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والله أنزل الكتاب ليحكم بيننا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإذا وجد الاختلاف، لأنه من طبيعة البشر، فعندنا العلاج الناجح ولله الحمد، وهو الرجوع إلى كتاب الله تعالى. إذا اختلفنا في مسائل العقيدة، أو اختلفنا في مسائل العبادة، أو اختلفنا في أي شيء، ما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء، فحكمه إلى الله، نرجع إلى كتاب الله وهو يحكم بيننا، ونرضى به ونسلم له، وذلك خير لنا من البقاء على نزاعنا وخصوماتنا. الحمد لله، الحمد لله، العلاج الناجح بأيدينا وعندنا ومتوفر لدينا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم
فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فلا نبقى على اختلافنا، بل نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، ونرجع إلى علمائنا الذين يستطيعون استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ليحكموا بيننا وينهوا الخلاف بيننا، ونقنع بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا المؤمن يرضى بحكم الله ويطمئن قلبه بكتاب الله وسنة رسوله ويقنع بذلك ويسلم له، وإذا بقي في نفسه حرج ولم يقنع فهذا دليل على عدم إيمانه، هذا دليل على عدم إيمانه. أما المؤمن فإنه لا يجد في نفسه حرجا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، لا يجد في نفسه حرجا من ذلك، لأنه يعلم أن الله أحكم الحاكمين، وأنه سبحانه هو الحكم العدل، وأنه سبحانه أنزل الكتاب ميزانا نزن به أقوالنا وأعمالنا فنرضى به حكما بيننا. هكذا المؤمنون يا عباد الله، فاتقوا الله عباد الله. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كذلك إذا حصل اختلاف أو نزاع فإن الواجب علينا الإصلاح بين المتخاصمين. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك فسنؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح أمر عظيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذا كان الخلاف مسلحا فنبدأ بالصلح، إذا كان الاختلاف بين المؤمنين مسلحا فنبدأ بالصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى ولم تقبل الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هكذا نعالج مشاكلنا، لا نستورد الحلول من الكفار أو نلجأ إلى الأمم المتحدة أو نلجأ إلى محاكم الكفار، وإنما نلجأ إلى المحاكم الشرعية، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاكمهم ما أغنت عنهم شيئا، ولا أنهت النزاع بينهم، ولا أذهبت الإحن والأحقاد فيما بينهم. أما نحن والحمد لله فعندنا المحاكم الشرعية المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أيدي أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. فالحل عندنا ولله الحمد، حل مشاكلنا عندنا، لا صعوبة فيه، وإنما الشأن في الرجوع إليه والإيمان به والاقتناع به، هذا هو الشأن. ولذلك لما درج عليه سلف هذه الأمة سادوا العالم كله، وأسقطوا الدولتين العظيمتين في وقتهم، دولة الفرس ودولة الروم، وصاروا تحت حكم المسلمين، ووجدوا الراحة، وجدت هذه الأمم الراحة في حكم الإسلام واطمأنت إلى ذلك، لأن الله أنزله رحمة للعباد، رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلنتق الله يا عباد الله، ولنحمد الله على هذه النعمة التي منحنا الله إياها بإرسال هذا الرسول وإنزال هذا الكتاب وبقاء هذا الكتاب بيننا وسنة نبينا
بقاؤها بيننا من أكبر النعم، فكيف نضل وعندنا كتاب الله وسنة رسول الله؟ كيف نلجأ إلى الغرب، إلى محاكم الغرب وتساتيره، وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إلا من عمى البصيرة؟ الله جل وعلا ذم اليهود الذين يحملون التوراة ولم ينتفعوا بها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. إننا إذا لجأنا إلى أعدائنا وهم يفرحون بذلك، شكوى الجريح إلى الغربان والرحم يفرحون بذلك، ولن ينفعونا أبدا، ما نفعوا أنفسهم فكيف ينفعوننا؟ لا نلجأ إليهم، وإنما نلجأ إلى شرع الله عز وجل الذي هو للعالم كله لو أنهم عقلوا. فاتقوا الله عباد الله، واشكروا نعمة الله، واعتزوا بهذا الدين وهذا الإسلام، ولا تلتفتوا إلى غيره. إن كنتم تريدون النجاة في الدنيا والآخرة، إن كنتم تريدون تمام المصالح ودفع المضار، فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وادعوا إلى ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه يعيش بيننا فئات ممن رضعوا من ألبان الغرب ومن مدارس الكفر، رضعوا وجاءوا يدعون إلى الفرقة والاختلاف، يدعون إلى الفرقة والاختلاف، ويقولون هذا من حرية الرأي، وهذا من حرية الكلمة، لا بد من التعددية، لا بد من كذا وكذا، ليس هناك وصاية على الناس. يا سبحان الله، نضيع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمرنا الله أن نتوحد عليها وأن نرجع إليها وأن نصدر عنها، ونقول كل يبقى على رأيه، كل يبقى على فكره، كل يأخذ برأيه. لا بد من التعددية، لا بد من ترك المذاهب الباطلة تنخر في جسم الأمة. هذا حرام، وهذا من الإلحاد في دين الله عز وجل. نحن مسلمون ولله الحمد، نحن مسلمون، نحن أمة واحدة، نحن ليس لنا وصاية بالظلم، وإنما هو وصاية بالعدل، ننفذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من مصلحة من نفذت عليه قبل مصلحة من نفذت له. كتاب الله وسنة رسوله شفاء للناس ورحمة، فلنتق الله وندعو هؤلاء الشباب وهؤلاء المثقفين، ندعوهم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديهم، وإلا على الأقل أن نقيم الحجة عليهم، ولكن علينا أن نحذر منهم ونحذر منهم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، جماعة المسلمين، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ولهذا لما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه لرسول الله
صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الفتن قال: ما تأمرني يا رسول الله إذا أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا الله على نعمته، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي علينا وعلى المسلمين في كل مكان، ولي علينا خيارنا، واكفنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده إلى ما فيه الخير للأمة، اللهم اهده إلى ما فيه الصلاح والإصلاح، اللهم وفقه لكل خير، اللهم جنب عنه كل شر، اللهم أبعد عنه بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.